ضمت شباب حزب أسرى المعاصرة وحقق مشروع طال انتظاره. والرهانات المعقودة على هذه المنظمة رهانات قوية واستراتيجية جدا. نحن نطمح أن يكون الشباب ديالنا، ولا نشك بأن الشباب ديالنا مسلحين بأقصى درجات الوعي بالأهمية الحاسمة للمرحلة اللي كتعيشها بلادنا في تاريخها المعاصر. الأجندة الوطنية مزدحمة بعدد من القضايا المرتبطة بأوراش استكمال البناء المؤسساتي لوطن قائم على أساس التعدد والتنوع، وطن لا يمكن اختزاله في هوية أيديولوجية تدير ظهرها للعطل. ولذلك فنحن يعني في هذه المحطة ديال التأسيس نريد أن يساهم شبابنا إلى جانب الشابات والشباب المغربي المؤمن بقيم الديمقراطية، المؤمن بقيم النسبية، المؤمن بقيم التعدد والتنوع، غلام الشباب ديالنا يعطي البصمة ديالو من أجل لا أقول تشييد ولكن تعزيز أسس مجتمع مغربي، تعزيز أسس دولة ديمقراطية تحترم التعدد اللي فيها وتحترم التنوع اللي فيها وتستثمره من أجل أن تحظى بلدنا بالمكانة اللي هي جديرة بها بين الأمم ديال اليوم. اليوم عاد غادي نكملوا إن شاء الله ترسانة التنظيمية ديال الحزب فيما يتعلق بالهيكل الأساسية، ونعتبر أن منظمة الشباب هيكل استراتيجي هام في انتظار تأسيسه كانت ناقصانا شي حاجة. اليوم ولله الحمد هذه المنظمة غادي تاخذ بلاصتها إلى جانب المنظمات الأخرى في إطار نظرة استراتيجية للمستقبل سواء داخل الحزب أو لبلدنا بصفة عامة. فما يمكنش أي عاقل ينفي الدور والأهمية ديال الشباب كفاعل أولا وثانيا كمستهدف. وهذه فرصة أننا نذكروا بالسياسات العمومية الحالية تفتقد لهذه الصفة، الاستهداف الجاد والناجع فيما يتعلق بالسياسات العمومية لاتجاه الشباب سواء في الجانب الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الإقحام في الدينامية السياسية، وهذه كلها أهداف إن شاء الله غتكون حاضرة في هذا مستقى مما نلاحظه حولنا اليوم. كاين شي ناس حماقو وكان خص شعار حتى هو ينبه.